ازيكم؟ انا اسمي محمد بيومي. اول ما قالوا لي عايزينك في تيك توك عشان تتكلم عن الحب، اول موقف جه في ذهني لما كنت مخلص امتحان في 5 ابتدائي، اخر يوم في الامتحانات كان في يناير سنه 2000، وكان لسه الالبوم بتاع مطربي المفضل كاظم الساهر كان لسه نازل، البوم الحب المستحيل. فرحت بقى دخلت في محل الشرايط اللي كان جنب المدرسه واشتريت الالبوم. الالبوم كان ب 8 جنيه، اشتريت ب 8 جنيه. اغلب الشرايط ساعتها كانت بحوالي 6 جنيه، بس انا قدرت يعني اوفر 2 جنيه زياده دولت، واخد الالبوم. واخر يوم ليا بقى في الامتحانات وابتدائيه، يعني مروح البيت حاسس ان انا اديت رسالتي في الحياه خلاص، وعايز اسمع الالبوم بسرعه، لدرجه ان انا اول ما دخلت البيت من على باب المطبخ خدت الكاسيت بتاع والدتي اللي في المطبخ وقمت حاطط شريط الكاسيت، وقعدت اسمع 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 لحد ما جيت في اخر الوش الاولاني. كانت الاغنيه الرئيسيه بتاعت الالبوم اغنيه الحب المستحيل، اخر قصيده الفها نزار قباني وهو بيموت في المستشفى، ومتلحنه لحن ملحمي ومتوزعه ومتغنيه على افضل ما يكون، وبيغني احبك جدا خمسه ابتدائي، احبك جدا واعرف ان الطريق الى المستحيل طويل، واعرف انك ست النساء وليس لدي بديل، وانا مع سنجل بائس ما فيش عنده اي بديل خالص طفل، واعرف ان زمان الحنين انتهى. والله انت ما عرفش بدا امتى عندي، ما لحقناش اصلا نعمل حاجه. ومات الكلام الجميل، مات الكلام الجميل. في اخر الاغنيه احبك جدا وجدا وجدا وارفض من نار حبك ان استقيل، افتكرت الموقف ده على طول، لان ده كان يعتبر اول ميموري بالنسبه لي في التعامل مع الحب، وازاي تطور فهمي للحب مع دراسه تنميه الذات وعلم النفس والاداره والبزنس والفلسفه وعلم الاجتماع والروحانيات والعلم الشرعي. فهمي للحب من اول البوم الحب المستحيل لكاظم الساهر لحد ما انتهى اليه، انتهى فهمي للحب عند البدايه، عند بداية خلق هذا الكون، عند نظرية البيج بانج ثيوري أو بيج بانج اكسبلوجن، الانفجار الكوني العظيم واللي له علاقة مباشرة ورئيسية بالحب. نظرية الانفجار الكوني العظيم لعالم الفيزياء الأشهر في عصرنا دلوقتي والكوزمولوجي ستيفن هوكينج. النظرية بتتكلم باختصار عن إن هذا الكون كان في لحظة من اللحظات سنجلاريتي، جزيء متناهي الصغر، وحدث له انفجار هائل في جميع ربوع الكون في كل الاتجاهات، ولا زالت شظايا هذا الانفجار تترامى في الكون، ولا زال هذا الكون يتمدد كل ثانية وكل لحظة. ستيفن هوكينج قدر بعبقرية شديدة ان هو يجاوب على سؤال كيف بدأ هذا الكون، ولحد هنا بينتهي دور العلم. دور العلم يقدر يفسر كيف؟ ازاي هذا الشيء يحدث؟ لكن سؤال لماذا بدأ هذا الكون؟ لماذا ابتدأت هذه الحفلة؟ لماذا هذه الحياة بدأت؟ لماذا وجدنا؟ لماذا حدث هذا الانفجار العظيم؟ ما قبل السنجلاريتي؟ ما قبل هذا الانفجار؟ ما الذي كان موجود جعل هذا الانفجار يحدث؟ ستيفن هوكينج جاوب لنا على كيف؟ لماذا؟ سؤال في منتهى الخطورة، لو أنا مش جاي من القاهرة للإسماعيلية فقط عشان أحاول أقول لكم إجابة السؤال ده يبقى كفاية عليا. عشان نقدر نفهم إجابة هذا السؤال محتاجين نعمل مقاربة لشعور الأب والأم، وهما لسه ما اتجوزوش حتى، وهما لسه مخطوبين أو هما لسه متجوزين، قبل ما يبقى في حمل، قبل ما يبقى في ولادة، شعورهم اتجاه الابن أو الابنة، لا عارفين ذكر ولا أنثى، لا عارفين طويل ولا قصير، لا عارفين تخين ولا رفيع، لا عارفين حلو ولا وحش، ذكي ولا غبي، لكن هم حابينه من قبل ما يعرفوا هو مين، حابينه من قبل ما يوجد، لان هو بشكل من الاشكال صنيعتهم، لان هذا الكون لا يوجد ما يفسره سوى الحب، لا يوجد شيء يجعل هذه السنجولاريتي تنفجر الا ان هذا الاله القادر العلي على هذا الكون يحب هؤلاء المخلوقات ويحب هذا الكون من قبل ظاهرة الانفجار العظيم. ده السبب المنطقي الإيجابي العملي الوحيد اللي تقدر تبني عليه حياتك.
فليه بنحاول نعرف اجابه السؤال ده؟ لاني لما ببدا اعرف القوه الاساسيه المحركه لهذا الكون اقدر اعرف ازاي انجح فيه، اقدر اعرف ازاي اسعد فيه، اقدر اعرف ازاي امشي فيه بالطريقه اللي ترضيني وتجيب لي سلام داخلي، ازاي اقدر ابني علاقاتي على اساس سليم بالحب والحب فقط. بني هذا الكون العشق، العشق في ازل الازال من قدم، فيه به منه يبدو فيه ابداء، فيه به منه يبدو فيه ابداء. العشق لا حدث اذ هو صفه من الصفات لمن قتلاه احياء، وله وله اشتياقا له بغير اقتلال حتى خضع، وفي العشق يخضع والكل ادلاء. الحب هو القوه المبدئيه اللي خلق عليها هذا الكون. جلال الدين الرومي، وطبعا مختلط بتراثه شمس التبريزي، من اكثر المفكرين اللي اتكلموا في الحب. والغرب لحد النهارده بيستكشفه في مؤلفاته، بيتكلم على ان اذا رايت الروح تطرب فرحا والنفس تستمتع سعادة فاعلم ان اصابع الحب قد لامستها. واحد راح يساله قبل كده قال له ما الحب؟ جو قال له ستعرف حينما تضيع فيه، انما الافلاك تدور في سمواتها بامواج الحب، ولولا ذاك الحب لتجمدت كالجليد. يقول بعيدا عن كل هذا الصواب والخطا يوجد فناء اسمه الحب، فلننتقل هناك. الحب فيه من عظمة الله، الحب وحده يفسر كل شيء. لا قيمة للحياة من دون العشق. لا تسأل نفسك ما نوع العشق، إلهي كان أم إنساني، دنيوي كان أم أخروي، شرقي كان أم غربي. فالانقسامات لن تؤدي بك إلا للانقسامات. العشق واحد واضح ونقي ووسيط. انا بكلمكم عن ده دلوقتي لان البيز الاساسيه للعلاقه بين الرجل والمراه، العلاقه الاساسيه اللي قائم عليها استمرار النوع البشري. ما تنسوش ان اول قصه مثبته لدينا في الخليقه هي علاقه بين رجل وامراه، كممكن تبقى بين اب وابن، كممكن تبقى بين اخ واخوه، كممكن تبقى صديق وصديق، كممكن تبقى بين ام وابنها. لكن يختير انها تكون بين رجل وامراه، لان هذه العلاقه اودع فيها سر وسبب استمرار النوع البشري وترقيه الحضاري، واودع فيه المتعه والسعاده والفرح الاعظم للانسان. طب ازاي ان انا اقدر اخد الحب الالهي والعشق اللي بتتكلم معايا عليه ده ادخله في حياتي؟ لان خلي بالكم كتير من الناس بيخشوا في علاقات بيحولوها لجحيم، ليس لسبب الا لان الجحيم كان داخلهم، لان هم كانوا من الاول مش متصالحين مع نفسهم. لو ما اتعلمتش من البدايه تحب هذه القوى المهيمنه على الكون الحاكمه دي، ثم تحب نفسك، ثم تحب الحياه، تحب نظام الحياه، تحب الناس في الحياه، تحب الاشياء في الحياه. عارفين الناس اللي بيسموا موبايلاتهم ولابتوباتهم وبيخافوا قوي على اشيائهم وبيعتنوا بيها، الناس دي انا بآمن جدا بيها. لان لو انت هتيجي على الكرسي اللي انت بتقعد عليه، لو انت هتهبد الموبايل، طب ما انت ممكن تهبدني في يوم من الايام. التعامل مع الحياه بمنطلق الحب اللي بيسموه استراتيجيه الحضور، او اللي النهارده يعتبر احدث ترند في السيلف ديفلوبمنت، هو المايندفولنس. مايندفولنس ان حضرتك قاعد معايا دلوقتي، ما تفكرش في ان يا ترى هخلص متاخر واروح البيت متاخر وبابا هيزعل مني، ولا انا جعان، طب الاكل طب طلع حلو، طب الاكل طلع وحش، طب كنت اجي ايفنت ولا ما كنتش اجي ايفنت، طب انا الصبح نسيت اقفل النور بتاع الاوضه بتاعتي، طب انا لسه هرجع اروق الاوضه، طب انا هعمل ايه في الامتحان بكره، طب انا كويس، طب انا فلان الفلاني لسه قافل معاه التليفون. وتضيع على نفسك انك تحس بتمبريتشر المكان، حراره المكان اللي انت قاعد فيه، تنجيل الكرسي اللي انت قاعد عليه مريح،
صاحبك او صاحبتك اللي قاعده معاكي، الكلام اللي انت ممكن تبقى بتسمعه، الانفايرمنت اللطيفه اللي انت قاعد فيها. لازم تعرف ان العقل اداه مهمه جدا في الحياه، ولكن العقل لا يعمل الا بالوهم. العقل يعمل على توقع المستقبل وعلى تفسير واسترجاع الماضي. العقل غير قادر على انه يعيش به في اللحظه الحاضره. مكون واحد فيك قادر على انه يعيش اللحظه الحاضره، الا وهو الروح، عن طريق الحضور، عن طريق انك تقرر ان يبقى ستايل حياتك هو الحب، ان القوه الاساسيه اللي تنتطيها في حياتك هي الحب. طب هنتكلم عن الحب بين الراجل والست. مش هينفع نتناول القصه دي من غير ما نجيب سيره الفيلم الاشهر في هوليوود، الرومانسي الاشهر في هوليوود، الا وهو تايتانيك. كم واحد هنا اتفرج على تايتانيك او سمع عنه؟ اوكي. تايتانيك لو بارت 2 فيرشوال تخيلي بنفس صناع الفيلم ديكابريو كيت وينسلت، عملوا فيلم اسمه ريفولوشنري روت. الفيلم دوت كان بيفكر في عالم تخيلي لو كان ديكابريو عاش في تايتانيك واتجوز كيت وينسلت، كانت حياته هتبقى عامله ازاي؟ والمفاجأة ان الفيلم كان كارثي، بهدلوا بعض، عملوا في بعض كل حاجة غلط. تفتكروا كيت وينسلت معرفتها بديكابريو في تايتانيك انها كانت هتنتحر؟ البطلة في بارت 2 ريفولوشنري رود شبه انتحرت، اكتئبت، قتل شغفها، على طول في خناق، على طول في مشاكل. وهنا هنيجي طبعا فرق شعبية رهيب ما بين تايتانيك وما بين ريفولوشنري رود. هنا هنيجي للخطيئة الكبرى اللي ارتكبتها هوليوود سواء بشكل مقصود أو بغير مقصود، واللي اتكلم عنها ستيفن كوفي معلم البشرية في القرن العشرين. اتكلم عن إن في فرق كبير ما بين الحب اللي بيصدر في الأفلام وبعض الأغاني وبين الحب الحقيقي اللي بيبني بيه الأسر وبتبني بيه الحياة. قال له واحد بعد محاضرة من المحاضرات، قال له أنا كاره مراتي ومتضايق منها ومش بحبها، وانا عيالي انا متضايق لو احنا انفصلنا هيعيشوا ازاي، انا مش قادر اعيش معاها، انا مش بحبها، قول لي ايه الحل؟ قال له حل بسيط، حبها. قال له بقول لك مش بحبها، قال له الحل بسيط، حبها. قال له انت سامعني بقول لك مش بحبها؟ قال له لا، انت بتكلمني على حب الشعور اللي انت متخيل انك هتلاقيه على الجاهز، انا بكلمك عن الحب الفعلي. صدر لينا ان الحب مجرد شعور اتنين بيتقابلوا بيخبطوا في بعضهم، ينزل يجيب الفايل، يطلع بالفايل، يشوفوا بعض. بالمناسبه انا بتكلم عن نفسي، انا ما بقللش من الطاعات، اقول انا عن نفسي ما انساش الموقف ده. انا في وقت شفت لمية مراتي معديه قدامي، قلت خلاص انا عايز اتجوزها، بس ده حاجه، اللحظه دي حاجه، وتحويل ده لمشروع جواز عملي تنم عني أسرة وأطفال وقيم حياة وتعامل مع تحدياتها قصة تانية خالص. قال له مارس الحب كفعل، الحب انصات، الحب تفهم، الحب ود، الحب حميمية، الحب دعم، الحب إرشاد، الحب تضحية، الحب اهتمام، الحب توجيه، الحب وجود. مارس دوت وبعدين خد رد الفعل من اللي قدامك، ولو ما حبيتهاش بعدها يبقى تعالى قول لي ما بحبهاش. ومن هنا بنتكلم على ان اوكي انا خدت الحب الالهي دخلته في العلاقه عندي، وفي نفس الوقت مارست الحب العملي اللي انت بتتكلم عليه نقلا عن كوفيد. بس احنا عندنا دلوقتي عصرنا، احنا بنعيش في جيل ما يسمى جيل الالفيه. الانسان يا اخوانا تطورت عشته من العصر الحجري لما كان الماده الاساسيه اللي بيتعامل معاها ويتداولها هي الاحجار ويعمل منها رماح وسكاكين. بعد كده دخل العصر الزراعي وعلاقه الراجل بالست اختلفت، هنا بقت الست بتساعده بعد ما كانت في الاول بتبقى قاعده في البيت وهو بيخرج بيصطاد بيساعده في الزراعه، لكن هو اللي بيقود. بعدين دخلنا في العصر الصناعي، هما الاثنين بقوا عمال. بعدين دخلنا في عصر المعلومات، اصبحت السلعه الاساسيه اللي بيتم تداولها هي المعلومات اللي من تجليات جوجل. بس كتر المعلومات دخلنا دلوقتي في ما يعرف بعصر الحكمه. عصر الحكمه السلعه الاساسيه اللي بتباع فيها هي اجابات الاسئله.
عشان كده تيدكس موجود. تيدكس موجود عشان جيل الألفية في عصر الحكمة عنده أسئلة لا نهاية لها. جيل الألفية بيحاول يديزاين لنفسه لايف ستايل. جيل الألفية بيحاول ينفنت أو يخترع أو يبدع إزاي يعيش صحياً، إزاي يعيش اجتماعياً، إزاي يعيش عاطفياً، إزاي يعيش في الكارير، إزاي يعيش روحانياً، إزاي يعيش اجتماعياً. جيل الألفية عنده أسئلة كتير، فكابتنز الألفية عندهم الانكزايتي، عندهم توتر، عندهم النونز، عندهم أسئلة دايماً، عندهم حاجات بيدوروا عليها، عندهم حاجات بيحاولوا يكتشفوها في حياتهم. فدورك مع شريكك كفرد في كابل جيل الألفية عشان تساعده وتساعد نفسك كلمة واحدة empowerment، التمكين. باختصار التمكين هو أن أنا بوفر لشريكي المعرفة اللي أقدر أوفرها له، الموارد اللي أقدر أوفرها له، الوقت اللي أقدر أوفرها له، الدعم المطلوب عشان هو يمشي في رحلته في الحياة، عشان هو يستكشف الحياة، عشان هو يحاول يجاوب على أسئلته، عشان هو يحاول يمارس اللي هو بيحبه. في نفس الوقت شريكي بيوفر لي الريسورسز والنوليدج والسبورت والوقت عشان انا اقدر امارس اللي انا بحبه واستكشف اجاباتي في الحياه. بمعنى كل واحد فينا يبقى شباك للتاني على الحياه. الكابلز اللي كانوا في العصر الحاجه اللي كانت ست تقعد في البيت والراجل بيروح يصطاد، الكابلز اللي كانوا في العصر الصناعي كان الراجل بيدير مشروع الزراعه والست بتساعده او الاثنين عميل، الكابلز اللي في العصر الصناعي كانوا الاثنين بيشتغلوا عمال، الكابلز عصر المعلومات الاثنين شغالين موظفين. النهارده كل واحد فينا بقى عنده اسئله وجوديه واسئله بيحاول ان هو يجاوب عليها دايما. فدورك في الامباورمنت انك انت تساعد شريكك انه يبقى شباك ليك على الحياه. وده الحب المعرفي او الفلسفي. اتكلمنا عن الحب الالهي، الحب العملي، الحب المعرفي او الفلسفي. نتكلم عن الرومانسيه. مره كنا واقفين في المطبخ ف مراتي بتسالني بتقول لي محمد هو انت شخص رومانسي؟ بصيت كده في عينيا جامد قوي. فانا مش عايز اعزل. انا طب بص هقول لك على حاجه، هو الرومانسيه دي مدرسه ظهرت في نص القرن ال 19 كريسبونس للحداثه وافكار الثوره الفرنسيه والراسماليه القويه، فيها حنين للماضي واعلاء لقيمه الفن والايماجينيشن والتخيل، وهم لهم باك اب في مدرسه المثاليه الفلسفيه. فطبعا انا بعد شويه خدت بالي انها واقفه قدامي وببص لها، فكانت عايزه تقول لي خلاص انا انسى ان انا سالت السؤال ده. بس واقع الامر ان الرومانسيه مهمه جدا، الرومانسيه رد فعل على الحياه السريعه والعنيفه اللي احنا ممكن نبقى عايشينها دلوقتي، بس لازم نعرف انها جزء من الحياه، هي مش كل الحياه. نزار قباني هو ايقونه الرومانسيه في عصرنا الحديث العالم العربي، بيتكلم على ان في قصيده له اسمها رساله الى تلميذه بيقول لها: الحب ليس روايه شرقيه بختامها يتزوج الأبطال، هو إبحارنا بغير سفينة وشعورنا أن الوصول محال، هو أن تكون الأصابع مرتعشة وعلى الشفاه المطبقات سؤال، هو هذه الأزمات تسحقنا معا، هو يأسنا، هو شكنا القتال، هو أن نثور لأي شيء تافه، قاعدين مع بعض على طول، هو هذه الكف التي تختالنا ونقبل الكفة التي تختال. الرومانسية مش معناها إن كل حياتنا هتكون دباديب وورد وفطافيت وبطبيط وكلها قلوب وكلها بينك روز وموف. الحياة الحقيقية بتحتاج ده، وبتحتاج معاه إن أنت تكون مستعد كل يوم إنك تدير الخلاف وإنك تحاول توصل لحلول، وانك لما يحصل الخلاف يبقى في عندكم ريد لاينز ما بتعدوهاش. الرومانسيه الحقيقيه هو ان انتوا تقدروا تفيل فورورد، تفشلوا مع بعض في علاقتكم للامام، لان بينكم رباط مش عايزين تفكوه. الحب هو المكون الاساسي لهذا الكون. امتطي قوه الحب، دمك هيتغير، انسجتك هتتغير، جهازك العصبي ردود افعاله هتتغير، جسمك تركيبه هيتغير، بشرتك هتتغير، شعرك هيتغير، كلامك هيتغير، صوتك هيتغير، ردود افعالك للدنيا هتتغير، نظرتك للكون هتتغير. واذا لم تستطع ان تكون محبوبا فلا شيء يمنعك
من ان تكون محبا. مارس الحب، احب نفسك، احب الله، احب الاشياء، احب الناس، احب نظام الحياه، ولن يستطيع احد ان يقاوم ان يحبك. ربنا يحبنا، ربنا يحببنا في بعض، ربنا يحبكم. شكرا جزيلا.